السلام عليكم ورحمة الله. هنشرح في الفيديو ده حاجة اسمها الداتا فورمات، طرق الكتابة. يعني هم 4 طرق ببساطة شديدة جدا، والفيديو مش هياخد وقت ان شاء الله. أول طريقة عندي حاجة اسمها الشورت فورمات. الشورت فورمات طيب بكتبها ازاي؟ هتقول له مثلا فار دي بيساوي نيو داتا، نيو ديت، وتقول له النهاردة مثلا 12/4/2016 مثلا. يعني تكتب الأول حاجة الشهر، بعد كده الدي، الشهر بعد كده الدي، تمام. وتقول له مثلا دوكيمنت دوت رايت دي، واقول له ريفرش، جاب لي النهارده، شيل دي، النهارده فعلا 4/12/2016، مفيش وقت عشان مش كاتب وقت، تمام جدا. يبقى دي طريقه الشورت فورمات، اللي هو تكتب تكتبها كده المانث الدي الير، المانث الدي الير، جميل. ناخدها كوبي عشان نعدل عليها على طول. تاني طريقة معايا حاجة اسمها اللونج فورمات. اللونج فورمات بكتبها ازاي؟ ببساطة بتقول له النهاردة بقى مثلا ديسمبر، النهاردة ديسمبر كوما شهر 12، النهاردة 4/2016، او وتسيف، نعمل لده كومنت وهو ريفرش، نفس الكلام بالظبط، النهارده 4/12/2016 عادي. قول له مثلا ان تحط انت زي ما انت عايز جنيوري، يقول لك النهارده 4 جنيوري 2016، وهكذا. يبقى دي الشورت فورمات، دي اللونج فورمات، جميل جدا. الطريقه الثالثه حاجه اسمها الفول فورمات. الفول فورمات تكتب كل حاجه بقى، اللي هو ازاي يعني؟ اللي هو كده ببساطه شديده جدا، اللي هو تقول له فار نفس الكلام اهو، تقول له النهارده مثلا مارش او اي شهر يعني، النهارده 5.5 مثلا، 5/5/2016، الساعات مثلا 10:10 و10 ثواني مثلا يعني. وادي ريفرش، جابها لي فعلا اهو، النهارده مارش سبت 5، انا كاتب له مثلا 5/2016 الساعه 10:10 و10 ثواني، جميل جدا. ممكن تكتب انت اللي انت عايزه عادي، جينيوري النهارده 6/7، اي حاجه 6 ايا كان، تعمل الوقت اللي انت عايزه، تمام جدا. دي طريقه الفول فورمات، اللي هو بتكتب كل حاجه، جميل جدا جدا. طيب اخر طريقه معانا اللي هي اسمها طريقه الايزو فورمات. الايزو فورمات بكتبها ازاي؟ ببساطة شديدة جدا، بتقول له الفار، تقول له النهاردة الير 2015، المندي قصدي المانث يعني مثلا شهر 12، الدي شهر النهاردة مثلا 5، بس كده. تقول له وتقول له ادي النهاردة 5/2015 شهر 12 اللي هو ديسمبر، تقول له مانداي اهو، قصدي اول حاجه الير ثم المانث ثم الدي، تمام جدا جدا. وعرفنا يعني ايه دي حاجه اسمها التايم زون، الفرق بينك وبين التوقيت العالمي، الفرق بينك وبين التوقيت العالمي. يعني مثلا لو كتبنا هنا 10 و10 دقايق و10 ثواني زائد مثلا قلنا ده اللي هو الساعتين بتوعنا اهو، 10 و10 دقايق زائد الساعتين بتوعنا زائد ال3 ساعات، فبزود دي، مش دي كانت 10، انت زودت عليها 3 ساعات، فالفرق بينك وبين التوقيت العالمي، تمام جدا. حاجه اسمها التايم زون، مالناش دعوه بيها عشان محدش ما تلخبطش حد يعني، جميل جدا. يبقى دول 4 طرق: الشورت فورمات، لونج فورمات، الفول فورمات، الايزو فورمات. أتمنى يكونوا واضحين وعجبوكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.